يا الله ليش مسكر؟ شو هالحظ؟ وينه؟ إيه حدا بدق لك تاني هلا؟ إيه شو شايفتني بمنامة يعني؟ ألو؟ أهلين مدام نورا، صباح النور. لا طمني مدام، أنا فايقة من زمان. طبعا فقت وبلشت بالخياطة كمان. إيه شو؟ اليوم المساء؟ بس اتفقنا انه بكره رح سلمهم. طيب خلص، مو مشكله، هلا رح اقعد فرد قعده وخلصهم وان شاء الله رح سلمك اياهم اليوم. منيح؟ لا تخافي رح لحق. يقطع عمرك ان شاء الله. شو وينك يا اخي؟ صار لي ساعه ناطره، ليش كل هالقد تاخرت؟ ما حدا ضربك على ايدك لتستني، كنتي روحي على غير محل. لا انا جاي لعندك، ما حدا رح يفيدني غير انت. بدي اياك تعطيني هي الخلطه اللي اعطيتها لملك. ايه هلا فهمت، قصدك هذا الشاي المنشط. هي هي. ايه يا اخي الله يوفقك، صار لي ساعه ناطرتك. طيب اختي طولي بالك بس لافتح المحل. اوف يلا اخي والله عليت لي قلبي، شو عم بتحط لي ذهب لحتى كل هالقد عم تدقي؟ خلصتني بقى. ما بيصير يا اختي ما بيصير، اذا حطيت لك جرامين زياده بدها تنتزع الخلطه. الله يعيني. بتعرفي تساوي مو هيك؟ ايش القصه؟ كيمياء يعني؟ بس تغلي المي بحط الشاي بقلبه وبخليه يغلي وخلصنا. ما بيصير، بس تغلي المي منيح بتحطي الشاي، ولكل كاسه مي معلقتين شاي، اذا كترتي بيضرك. فهمتي علي ما؟ ايه فهمت، تفضل. معلش يا أخي بس شو حاطط بقلبه؟ لا هذا سر الصنعة يا أختي، إذا قلت لك هلا بيبطل حدا يجي ويشتري من عندي، بتصدق يا خانم إنه عم يجوا لعندي من أوروبا لحتى يشتروه؟ إيه شو عليه؟ يعطيك العافية يا أخي. أهلين. تسلموا إيديك. الله معك، شرفتي، فيها العافية. يخزي العين عنا، شايفين؟ رفيف هات عنك حبيبتي، رح كثير تعبتي، خليني صفن انا. لا يسلموا ايديكي، مالي تعبانه، بالعكس هلا دقيقتين وبخلص. هدول خالصين، بيان صف هالكم وحده وبخلص كل شيء. رفيف؟ ايه. شكلك كترتي من هذا الشاي. شربت اربع كاسات. وهي قربنا خلص. انت رح تشرف؟ وانتي كمان خالصة. ما كنت متخيلة ان خالصة. بقيان هدول. ايه؟ ها؟ وليش مانك حاطة الاسم عليهم؟ عفوا؟ عم بحكي عن اسم المدرسة، مو المفروض تحطي عليهم الاسم لحتى يعرفوا انه هدول طلابنا؟ الحق عليكي، انت ما قلتي لي انه حط عليهم اسم المدرسة. يعني ضروري فهمك كل شيء، المفروض تعرفي لحالك.
الشغلة بدها شوية ذكاء حبيبتي، ما بيصير هيك. قلتي لي بدها ذكاء لكان. إيه هلا رح اورجيك ذكاء. رفيق رفيق طلع عليك. مايا مثلك وماني مثل غيري بسكت وبمرة، ما ديري بالك ها؟ عن جد انتي قليلة الربح، ما نكون شايفين شو عم تتصرف هي مثل المجانين. رفيق ما بتصرفي شوي شو صار لك كمان انا بوشين. بدك تقولي لي الربحية؟ مفكرة حالك مديرة وعم نشتغل عند اللي خلفوكي؟ شو مفكرة حالك؟ نزلي ايديكي لشوف، عم اقول لك نزليهم. اسمعيني وفهمي علي شو رح احكي، لانه المره الجايه اذا علقنا ببعض رح فهمك القصه بغير طريقه، لهيك افتحي مخك وفهمي علي، لانه رح نتقابل كل فتره والتانيه. ايه ايه ومثل ما قلتي من شوي شغله بدها شويه ذكاء حبيبتي، ومشان هيك عملنا بيك اذا المره الجايه طولتي لسانك رح اصل لك اياه. ويا ويلك مني، بتعرفي شو رح اعمل فيكي؟ اكيد ما رح تعرفي، لانه وحياتك رح خليكي تندمي على اليوم اللي شفتيني فيه. هلا انا كثير رايقه ولسه ما شفتيني وقت اللي بعصب وبجد. اسحك تتفهمي علي ماشي؟ مشان ما اعصب عليك عم احكي مشانك صدقيني. ايه وهلا اكيد فهمتي علي وما رح تعيديها مره ثانيه. وطالما هلا اتفقنا وتفاهمنا انا وياكي رح نزل ايدي، واذا بدك انت خديهم وحطي عليهم الاسم اللي بدك اياه، لانه انا ما عندي مشكله. واذا بدك كمان فيك تكبيهم وتخيطي بدلات جديده تصطفلي ماشي؟ هكي مفهوم؟ ايه هيك منيح، بلشتي تفهمي. يلا نشوف تحركي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.